أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. نجل قحطان يتحدث للصحافة: لا معلومات عن والدي المعتقل ولا نعرف أين يحتجزنا. ومن المواقع الأخبارية: عودة الدراسة في المخا وسباق رياضي في شواطئ عدن. وفي أكثر الأخبار قراءة: إطلاق صراحة الكويتية التي قامت بتصوير العاملة المنزلية أثناء سقوطها من النافذة. أهلا بكم. قال نجل السياسي البارز والمعتقل في سجون الحوثيين محمد قحطان لموقع يمن مونيتور إن عائلته لا تمتلك أي معلومات عن حالته الصحية وإن كان على قيد الحياة أم لا. أشار عبد الرحمن محمد قحطان إلى أنه وعائلته لم يتمكنوا من التواصل معه منذ اعتقاله في إبريل 2015 لا عبر الاتصال أو الزيارة، موضحا أن كل ما يقال لهم هو مجرد إشاعات دون معرفة الحقيقة الكاملة حول وضعه أو مكان اعتقاله. وقال عبد الرحمن إن كل الإجراءات التي قامت بها عائلته باءت بالفشل، فالوقفات الاحتجاجية التي أقامتها العائلة في صنعاء تعرضت لقمع المسلحين الحوثيين، فيما فشلت أيضا الوساطات التي يقوم بها مقربون لدى الجماعة، إلى جانب فشل الضغط الإعلامي المستمر. من جانبه قال نائب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر ليمن مونيتور إن وزارته ستضع قضية قحطان ورفاقه السياسيين في أولى أولوياتها خلال الحملة التي يقودها ضمن فريق حقوقي في جنيف. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن محمد قحطان رمز للمقاومة أو لمقاومة الانقلاب، ورمز لإجرام الحوثي وصالح في حق المدنيين واعتقالهم وأخفائهم قصرا. وأضاف في تدوينات نشرها موقع الصحوانت: تعنت الانقلابيين في جولات المشاورات وحتى الآن حول قضية المعتقلين لم يقابله موقف أممي يتناسب مع حجم القضية وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان. ودعا المخلافي إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم استمرار تجاهل قضية المعتقلين في تقاريره ومساعيه، فهي أساس بناء الثقة. وأكد المخلافي أن استمرار احتجاز الصبيحي وهادي ورجب وقحطان والألاف من المعتقلين جريمة تثبت أن الانقلابيين لا يريدون السلام، ويجب أن تحظى بإدانة واسعة. منذ عامين أقدمت ميليشيات الانقلاب على اختطاف الأخ والصديق محمد قحطان وأخفته، ولم تتمكن أسرته أو أولاده من معرفة مكان احتجازه حتى اليوم. هكذا بدأ السياسي ياسين سعيد نعمان مقاله عن رفيق مرحلة النضال السياسي السلمي، وقال ياسين في جزء من المقال المنشور في المنصر أونلاين: قحطان سياسي من الطراز الرفيع، إذا اتفقت معه شعرت بالاطمئنان، وإذا اختلفت معه شعرت أيضا بالاطمئنان. استطاع أن يؤسس خطا في الحياة السياسية اليمنية المحتدمة بالتنوع وبالصراعات وعدم الثقة والتوافقات والتباينات. يقوم هذا الخط على بناء الجسور مع المختلف بغض النظر نجح ذلك في تجسير العلاقة أم لم ينجح. المهم أن يبقي معها ممرا ولو ضيقا للعبور إلى الطرف الآخر، يجعل القطيعة في الحياة السياسية مسألة غير مقبولة، حتى أن السياسة مع هذه الجسور اكتسبت مضمونا مختلفا وشهدت ولادة أدوات إدارة وقيادة مرنة تتجدد باستمرار لتلبي الحاجات السياسية المتجددة. كان خصوم قحطان أكثر من يدرك هذا الدور الهام الذي يلعبه في الحياة السياسية، فقد كان يقترب من خصومه إلى حد التماهي، وذلك بإيمان من أن هناك قواسم مشتركة لا بد من اكتشافها واختبارها في إخصاب التنوع السياسي والثقافي. فهو يرى أن هذا المجتمع المتنوع هو خلاصة تجارب تاريخية حضارية لا بد من استحضارها عبر حوارات ثقافية وسياسية واجتماعية، وباعتبارها الخلفية التاريخية التي لا تستغني عنها المفاهيم السياسية المعاصرة. فقد كان في نقاشاته مسلحاً بكثير من الوقائع والحكايات التي تعكس وعياً بالتراث المعرفي للمجتمع وما يشكله ذلك من تأثير على الحياة السياسية.
أثمر جهده في تكوين هذا الخط في الحياة السياسية اليمنية في توسيع دائرة التفاهمات التي قامت على قراءة موضوعية للتخلص من سياسة تصفية الخصم بالتشويه أو القتل أو المقاطعة، وبدلاً عنها بناء نموذج جديد يقوم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف السياسي والثقافي وإدارتها لإنضاج الحياة السياسية والاجتماعية. عنوان موقع الموقع بوست في متابعته لرصد الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا في صنعاء: ميليشيا الانقلاب في صنعاء تستبدل المجلس الطبي الأعلى بأعضاء موالين لها. وكشفت مصادر طبية في صنعاء عن عبث واسع تمارسه ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تجاه مهنتي الطب والصيدلة من شأنه تسبب بكوارث مستقبلية في هذا الجانب. وذكرت المصادر للموقع بوست أن طرفي الانقلاب فرضا أعضاء موالين لهما في المجلس الطبي الأعلى المشكل بقرار جمهوري في العام 2012، واستبعدا الشخصيات الطبية التي نص القرار على مسؤوليتهما الإدارة والإشراف على المجلس الطبي الأعلى، وهو الجهة الرسمية المنظمة لشؤون مهنتي الطب والصيدلة في اليمن. العنوان البارز في موقع المصدر أونلاين يقول: مسلحو حماية مستشفى الثورة بتعز يعتدون على أطباء ويرفضون تسليمه للقوات الحكومية. وقال الموقع أن المسلحين الموجودين في مستشفى الثورة العام بمدينة تعز اعتدوا على عدد من الأطباء واعتقلوا إداريين بحضور وكيل المحافظة عارف جامل ونائب مدير الأمن محمد المحمودي. وقال الطبيب في المستشفى أحمد الدميني إنهم ذهبوا لاستلام المستشفى من المسلحين الذين يحمونه بقيادة سليم الحنظلي بناء على الاتفاق الموقع، وأضاف أن المسلحين تراجعوا للمرة الثانية عن تسليم المستشفى ووصف ما حدث بأنه فخ ولم يكن استلاما. من جهته قال مصدر طبي للمصدر أونلاين إن المسلحين اعتدوا على الأطباء أحمد الدميني وأسامة شرعبي واعتقلوا مدير مكتب رئيس المستشفى وليد الحميري ومدير العلاقات العامة وليد الرباصي بعد تعرضهم للضرب. يستغرب البعض كيف يقف الحوثيين وصالح ضد مخرجات الحوار وينقلبون عليه وهم شركاء في صياغته. بهذا السؤال يبدأ محمد علي السقاف مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا في بعض فقرات المقال. الإجابة عن هذا التساؤل بكل بساطة تكمن في الموروث السياسي للحكم لهذه الجماعات التي تقبل بالمشاركة في صياغة أي اتفاقات والتوقيع عليها ثم الانقضاض وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، كما حدث على مستوى اتفاقية الوحدة لعام 1990 أو على وثيقة العهد والاتفاق لشباط فبراير 1994 والتي أشعلت حرب 1994 ضد الجنوب للحيلولة دون تنفيذها، ومؤخراً في اتفاق السلم والشراكة الذي صاغه الحوثيون أنفسهم لتسوية الأزمة بينهم وبين السلطة الشرعية والمكونات السياسية في اليمن، ووقع في أيلول سبتمبر 2014 تحت إشراف جمال بن عمر المبعوث السابق للأمم المتحدة في اليمن. أمام انسداد الحل السياسي للأزمة اليمنية رغم المساعي الحثيثة لإسماعيل ولد الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن للتقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة، يبدو أن التوجه العام يسير نحو تغليب الحسم العسكري كمخرج للأزمة. أما الخيار السلمي فيمكن أن يعود من جديد إلى الواجهة إذا أقرت واقتنعت إيران بأن دعمها العسكري والسياسي للإنقلابيين لم يعد مقبولاً عربياً بعد مؤتمر القمة العربي الأخير في الأردن الذي شهد مصالحات بين المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى مع بعض الأنظمة العربية الموالية لإيران، وذلك لشعور هذه الدول بأن التهديد الإيراني في المنطقة لا يطاول فقط دول الخليج العربية بل يهدد الأمن القومي العربي. استنفت الدراسة في مديرية المخا الساحلية غربية محافظة تعز عقب انقطاع دام لأربعة أشهر بعد اندلاع الحرب بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية. وقال مصدر محلي لسبتمبر نت أن الدراسة استنفت بمختلف المستويات والمراحل الدراسية الأساسية والثانوية في مديرية المخا الساحلية بعد انقطاع دام لأربعة أشهر بسبب الحرب التي كانت بين الميليشيا الانقلابية والجيش الوطني مسنودا بالتحالف العربي. وأضاف المصدر أن الدراسة توقفت بعد اندلاع الحرب، إلا أن الحياة في المديرية عادت الآن بعد التحرير إلى
حالتها الطبيعية وعاد الطلاب إلى المدارس. قال موقع عدن العاصمة إن من بين أهم الأنشطة التي تستعد العاصمة المؤقتة عدن لتنظيمها بطولة عدن الثانية للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 3 كيلومتر وتنطلق على شواطئ جولدمور عصر الجمعة القادم، حيث يتنافس المشاركون على كأس الشهيد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي. ويضيف الموقع: ينظم البطولة اتحاد السباحة والألعاب المائية عدن برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ عدن، وحدد الاتحاد الموعد النهائي للتصفيات الأولية للبطولة في 6 أبريل والتصفيات النهائية في 7 أبريل. ويذكر أن البطولة تأتي ضمن برنامج عدن الرياضي الثاني الذي يشمل العديد من الألعاب الرياضية ويهدف إلى تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن وخاصة على الصعيد الرياضي. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، قوم معنا. أهلا بكم من جديد في جولتنا في الصحافة العربية. نبدأ من صحيفة الحياة اللندنية والتي عنونت في أخبارها عن اليمن: الجيش اليمني يستعد لتحرير الحديدة. وقالت الصحيفة إن وحدات الجيش اليمني وقوات من دول التحالف العربي لدعم الشرعية تعد لاستعادة ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون ويدخل منه 70% من الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن. واعتمد على تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن مسؤولين يمنيين، قالت الحياة إن حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي حشدت لواءين تم تدريبهما أخيرا، أحدهما يتمركز في منطقة ميدي على بعد 230 كيلومترا إلى شمال الحديدة، والآخر خارج الخوخة على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب المدينة. وتضيف الصحيفة: ومن أجل استعادة محافظة الحديدة وميناءها تحتاج القوات الحكومية إلى عبور مناطق واسعة يسيطر عليها الحوثيون، إضافة إلى معظم المناطق المأهولة غرب اليمن. إلى العرب الجديد والتي طالعت الشأن اليمني، وقالت الصحيفة: أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية السيطرة على مواقع جديدة في محافظة الجوف شمالي اليمن. أوضحت مصادر رسمية تابعة لقوات الشرعية أن الجيش والمقاومة الشعبية تمكنا من تحرير 3 مواقع في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، وسط أنباء عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من صفوف الانقلابيين. قال المتحدث باسم المقاومة عبد الله الأشرف أن العديد من الحوثيين وحلفائهم الموالين للمخلوع صالح قتلوا في مواجهات اندلعت غرب المجمع الحكومي بمديرية المتون واستمرت لساعات. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة إزالة أكثر من 360 ألفا من بقايا المتفجرات التي تشمل ألغاما أرضية وشظايا وقذائف. وقالت صحيفة الخليج إن مكتب الأمم المتحدة في اليمن أوضح أنه منذ العام 2016 تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن من إزالة ما يزيد على 360 ألفا من بقايا المتفجرات التي قد تسبب الموت أو الإصابة، دون ذكر مزيد من المعلومات. وأضافت الحياة: ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية 2258 انتهاكا بين قتل وإصابة وتفجير إثر الألغام التي زرعتها في 16 محافظة يمنية منذ انقلابها على الشرعية. البشرية بين خيارين للدولة. تحت هذا العنوان كتب الدكتور عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال فيه: لم تأتي فكرة الدولة الاتحادية في العالم المعاصر من فراغ، ولا كانت نبتة شيطانية جاءت من تضاعيف المجهول، بل تبلورت عطفا على فشل نموذجي للدولة القومية الشوفينية والدولة الدينية الميتافيزيقية. وكانت ربما قبل الحربين العالميتين المسرح الأكثر وضوحاً في فشل هذين النموذجين، فحرب 30 عاماً التي سبقت الحرب العالمية الأولى استعرت على إيقاع الخلافات الدينية المذهبية، وفي ذات الوقت مهدت للنزعة القومية المتعصبة، فتفرق سكان أوروبا التاريخية إلى جماعات قومية شوفينية بلغت ذروتها الكبرى في النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والمركزيات الأنجلوساكسونية والسلافية واللاتينية، فوقع الجميع في مصيدة التنافي العدمي أثناء الحربين العاتيتين.
بالتوازي مع ذلك، شهدت القارة الآسيوية ما يشبه ذلك، وخاصة في الصراع الصيني الياباني الذي تمدد بخطى النوع العرقي القومي، ونالت سلسلة من البلدان الآسيوية نصيبها من ذلك الدمار الكبير. ولم تخلو أمريكا اللاتينية من مظاهر التعصبات القومية والعرقية، وإن بدت أقل بؤساً وفضاضة مما حدث في آسيا وأوروبا. هذه الحقائق التاريخية مهدت للدولة العالمية الجديدة العابرة للدين والعرق، وأظهرت الحقيقة التواشجية بين الأجناس البشرية، ورحلت بعالم ما بعد الحرب العالمية إلى فضاءات جديدة. وكانت المواطنة العصرية والمشاركة والحقوق الخاصة بالتنوع اللغوي والثقافي رافعة للغنى الشامل للفقر المادي والروحي المقرون بإلغاء الآخر وسحقه. كانت القناعة الشاملة بأهمية النموذج الاتحادي قد ترسخت في العالم الجديد، وأصبحت هذه القناعة مشفوعة بتعدد الأنواع الاتحادية للدول واقترانها الحكيم بالخصائص الخاصة لكل بلد. خبر الجريمة التي ارتكبت في سوريا وراح ضحيتها عشرات الأطفال المدنيين احتلت صفحات الصحف العربية والدولية، ووفقا لشبكة البي بي سي فإن 58 قتيلا على الأقل في هجوم بأسلحة كيميائية في خان شيخون بشمال غرب سوريا، وقد قتل 58 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون في هجوم اشتبه أنه بأسلحة كيميائية على بلدة خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وفي وقت لاحق قصفت طائرات مشاف محلية كانت تعالج مصابين حسب أطباء وناشطين معارضين للحكومة السورية، وقد دعت فرنسا إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الأخير في سوريا الذي وصفه بيان الخارجية الفرنسية بالمقزز. وقال وزير الخارجية الفرنسي إن هجوما كيميائيا جديدا وبالغ الخطورة حدث هذا الصباح في محافظة إدلب، وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مقالا افتتاحيا تناولت فيها الهجوم الأخير بالأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب السورية، وقالت بأن موقف الولايات المتحدة جعل حكومة الأسد لا تخشى العقاب. وتقول الصحيفة إن صور الجرحى والأطفال القتلى أصبحت للأسف واقعا يوميا في سوريا، ولكن هجوم الثلاثاء على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب أثار ردود فعل دولية. وتذكر أيضا أن الهجوم استهدف فيما يبدو بغاز السارين، منطقة لجأ إليها الآلاف من الهاربين من المعارك، ثم منشآت استشفائية قريبة منها، وأن سفير بريطانيا في الأمم المتحدة وصفه بأنه يحمل جميع علامات النظام السوري. وتضيف الغارديان بأن البعض ربط بين الهجوم بالأسلحة الكيميائية الفتاكة والتحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي أن مستقبل الأسد مسألة تخص الشعب السوري، وإسقاطه لم يعد أولوية بالنسبة لنا. إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت قضية العاملة الأثيوبية التي سقطت من بناية في الكويت بينما اكتفت ربة العمل الكويتية بتصوير الحادثة، حيث عنونت الصحيفة في جديدها هذه المرة إطلاق سراح الكويتية التي صورت خادمتها الأثيوبية بكفالة 300 دينار. وفي تفاصيل الخبر، أطلقت النيابة العامة في الكويت سراح الكفيلة الكويتية التي صورت خادمتها الأثيوبية وهي متعلقة بحافة الشرفة من شقتها قبل أن تسقط من الطابق السابع بكفالة 300 دينار. وأكدت الكفيلة في التحقيقات أنها قامت بتصوير الواقعة لتبرئة نفسها وأنها لم تكن تستطيع إنقاذ الخادمة، وكان تسجيل مصور قد أظهر العاملة المنزلية وهي تتشبث بيدها اليمنى بشرفة المنزل، فيما اكتفت كفيلتها بترديد يا مجنونة تعالي، مواصلة تصويرها دون بذل أي جهد لمساعدتها قبل أن تسقط وتصاب بجروح ورضوض ما أثار حالة من الغضب. وكان تسجيل مصور للعاملة الأثيوبية قالت فيه من على سرير المستشفى إنها لم تكن تنوي الانتحار عبر القفز من النافذة كما أشيع، بل كانت تحاول إنقاذ نفسها من كفيلتها التي كانت عازمة على قتلها بعيدا عن الأنظار. وأضافت أنها عبر الحادثة
لفتت أنظار الناس إلى جريمة قتل كانت سترتكب بحقها. والد مكلوم من غزة لديه طلب بسيط واحد من إسرائيل تحت هذا العنوان، كتب بيوتر سمالور مقاله المنشور في لوموند، والذي أعادت نشره أيضا صحيفة الغد، وقال الكاتب في جزء من المقال: قتلت بنات الدكتور عز الدين أبو العيش في غارة إسرائيلية في العام 2009، وعلى مدى السنوات السبع الماضية كان الطبيب الفلسطيني يريد اعتذارا فقط من المسؤولين الإسرائيليين. يتمتع بذلك الصوت القوي الصلب لرجل لم يكف أبدا عن طرق الباب عل أحدا يفتح في نهاية المطاف. ومع ذلك وعلى مدى السنوات الثمان الماضية قبل الدكتور عز الدين أبو العيش بالصمت واللامبالاة من الجانب الآخر. ما يطالب به أبو العيش هو شيء كثير جدا وليس كثيرا على الإطلاق في الوقت نفسه، اعتذار. إنه يريد اعتذارا رسميا من الحكومة الإسرائيلية على مصرع ثلاث من بناته آية وميار وبيسان وابنة أخته نور في قصف إسرائيلي تعرض له منزل عائلته في غزة. ولا يفعل الدكتور أبو العيش ذلك مدفوعا بالكراهية ولا بشهوة الانتقام، وإنما يواصل مسعاه بإرادة راسخة لا تلين من أجل استعادة الكرامة والعدالة لبناته المغدورات. وقال في مؤتمر صحفي عقده في القدس قبل بضعة أيام: إننا لن نكون أرقاماً أبداً، إننا بشر بأحلام ومستقبل ومشاريع. يعلم الطرف المذنب من يكون، ويجب أن تكون له الشجاعة للاعتراف بمسؤوليته، كما كانت لدينا الشجاعة لنرفض أن نكون ضحايا. وفي جولتنا المصورة، الطيار الهولندي كريستيان فان هيجست يلتقط مجموعة من الصور الجوية تبرز جمال الطبيعة من مقصورة قيادة الطائرة أثناء عمله، وقد وردت الصور في شبكة البي بي سي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.